في كتير طرق وفي الحياة وفي ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بقلم وديك، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 الطريق. أعزائي المشاهدين، سلام ونعمة للجميع أينما كنتم. نرحب بكم في قناة الطريق الفضائية وحلقة جديدة، حلقة مصيرك بإيدك. برنامجنا المعتاد بشكل أسبوعي، نتواصل معاكم عبر القنوات أو قناة الطريق الفضائية. نرحب فيك كمان من خلال التليفون الفايبر اللي موجود على الشاشة، في تتواصل معنا في أي وقت من خلال هذه النص ساعة. راح أقرأ معك بنعمة المسيح من سفر الرؤيا والعدد 12. سفر الرؤيا الإصحاح 12 والعدد 11 يقول: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. إلهنا نعظمك ونباركك من كل القلب لأجل محبتك، شكرا لأجل دمك اللي صال على الصليب لأجلنا نحن الخطاة البعيدين، شكرا لأن دمك يطهرنا من كل خطية ومن كل اسم. نضع يا رب هذا الوقت بين يديك، نضع هذه الحلقة يا رب، أعطي لعبدك قوة يا رب، كلمة من عندك يا سيدي الرب، في اسم المسيح أصلي ولك كل المجد، آمين. آمين. هللويا، مجدا للرب. وهم غلبوه بدم الخروف. سفر الرؤيا هو سفر نبوي يتكلم على أمور مستقبلية، وهذا الوحي بالضبط يتكلم عن وصفة سحرية، وصفة تدبيرية لها قوة ولها سلطان، ألا وهي دم الرب يسوع المسيح له كل المجد. طبعا نحن من أسبوعين احتفلنا بصلب وموت وقيامة الرب يسوع المسيح. إلهي حي، إلهي يسوع ليس ها هنا لكنه قام، إلهنا حي. نحن نعبد إله حي، القبر فارغ. رسالة من عند الرب: وهم غلبوه. لم يقل الكتاب المقدس هو غلبهم، لكن النبوءة تقول وهم غلبوه، وهم غلبوه بدم الخروف. أي الغلبة مش لبعض الناس، الغلبة هي لكل مؤمن مغطى بدم يسوع المسيح له كل المجد. يوحنا يكتب وهو في ظروف صعبة جدا جدا، في ضيقة بسبب إيمانه في الرب يسوع المسيح، وبسبب الاضطهاد كان قد نفي إلى جزيرة، وهناك ظهر له الرب وأعطاه هذه روح النبوءة. يمكن أنت تكون كمان في نفس الظروف، يمكن تكون في ضيقة، يمكن تكون في ظروف صعبة، يمكن يكون في مرض، يمكن يكون في تعب، لكن ثق في إلهك، ثق أنك أنت عندك إله حي. وصفة ثلاثية تعطينا الغلبة على إبليس عدو الخير وعدو كل بر. وصفة
ثلاثية. الوصفة الأولى وهم غلبوه بدم الخروف، الوصفة الثانية وهم غلبوه بكلمة شهادتهم، وأيضا الوصفة الثالثة وهم غلبوه لأنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. دم يسوع، وهم غلبوه بدم الخروف، بدم يسوع المسيح، ليس بدم تيوس وعجول، لكن بدم كريم كما من حمل، دم يسوع المسيح. لما إبليس يحاربني ويقاومني ويأتيني في وقت الضعف، في وقت ضعفي، عندنا وصفة سحرية، وصفة تعطينا الغلبة. مش أقول دم يسوع أو أقول باسم الصليب، لا، لكن أعني بحقيقة، أنطق الكلمة دم يسوع، وبتقدير أنه دم يسوع في ترنيمة كتبها الدكتور جوزيف نصر الله، وترنيمة معروفة ومشهورة عم تترنم بكل الكنائس وفي كل الاجتماعات، دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وأنين. تعال إلى دم يسوع، تعال اتغطى بدم هذا الحمل الذي مات لأجلك ودفع ثمن خطاياك. هناك بركات عديدة، بركات دم يسوع المسيح. حصلنا على هذه، على جميع هذه البركات من خلال موت الرب يسوع المسيح، من خلال صليب يسوع المسيح. أقدر أقول مع بولس: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب يسوع المسيح. أوعى تفتخر في مركزك أو تفتخر في إمكانياتك أو تفتخر في مؤهلاتك، لكن افتخر بصليب يسوع المسيح. إن افتخر أحد فليفتخر بالرب. بركات الدم، بركات دم الخروف. البركة الأولى من بركات الدم هي الغفران. الغفران في عبرانيين 9 العدد 22 يقول: كل شيء تقريبا يطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. مغفرة للخطايا، أول بركة من بركات الدم هي الغفران. غفران أي رفع العقاب، أي البراءة، أي المسامحة. أنا ياما وياما نحن معرضين أنه نغلط، إيش قد أنا بغلط باليوم، إيش قد أنا بخطأ باليوم، إيش قد أنا بسقط باليوم، لكن الدم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. أعطانا الغفران. يقول في كولوسي الإصحاح الثاني: اسكنتم أمواتا في الخطايا، وغلف جسدكم أحياكم معه، مسامحا لكم بجميع الخطايا. مثل ما قلت انه نحن كل يوم معرضين انه نسقط، او خطايا مستترة، او سهوات، او كبائر، او الو سلام يا الو، سلام مساء يا الخير، مين دكتور، معنا؟ معاك اسحاق من القاهرة من مصر. نعم، مين؟ اسحاق من القاهرة مصر يا اخي. اهلا اخ اسحاق، هلا حبيبي، هلا باهل المنيا كلهم، خليك يا ابو القسيس، ده جنابك يا ابو اخي. حنس كمان، كل ابو وابو حنس حنس، ابو حنس، اخبارك ابو حبيبي، القسيس؟ طمنا عليك، نورت القناة حبيبي. ربنا يبارك فيك ابو القسيس. انا يعني ازاي صحتك وازاي جنابك الاول؟ انا مشغول على حاطتك خالص. صدقني أنا بشكر يسوع، أنا بشكر الرب، أنا محمي بالدم. نحن اليوم موضوعنا موضوع بركات الدم، نحن محميين ومستورين في دم المسيح، مهما إبليس حاول فهو مغلوب ومدعوس، دم هو المسيح، تحت الأقدام.
دم المسيح يطهرنا من كل خطية ومن كل مرض ومن كل مبارك اسم الرب، نحن راح نخدمه لحتى آخر نسمة حياة في عنا. مظبوط. أبو القسيس فعلا فعلا فعلا، الرب يعوض تعب محبتك وأنت شجرة مثمرة تعطي رب ثمر للكل، ونتغذى من كلمة الرب يسوع التي تتلوها علينا. رب الله ولكن يخليك. حضرتك طالع متغير، يعني أنا زعلان على قلت على حضرتك خالص 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 صراحة. عن الرب يشفيك ويعافيك. أشكر الرب حبيبي، صلي لأجلنا، وأنا كتير متشكر. حابب تعمل أي مداخلة على موضوعنا اليوم، بركات الدم؟ بركات الدم، أطلب من بركة دم يسوع المسيح أن يخلص العالم كله من مبارك اسمه. هذا الوباء. نحن نطلب أمين لست لأنفسنا فقط، بل نطلب للعالم كله باسم ومن يسوع. أجل العالم كله باسم يسوع المسيح المخلص، ببركة دم الصليب والمحيي، أن يخلص هذا العالم من هذا الوباء ومن أمين يا هذا رب. الوباء والبلاء، ويعطي العلماء الاكتشاف. يعني الأهم من كل، أطلب من ربنا وأرفع يدي وأصرخ وأتضرع أن يعطوا العلماء اكتشاف، يعني أقول إيه، دواء لهذا الفيروس، أو هو يعني ينزع، قادر أن ينزع هذا الفيروس عن هذا العالم، قادر أن ينجينا من هذا الهلاك وينجي أولاده، قادر أن يحيينا ويقومنا مرة أخرى من هذا الوباء المنتشر. الرب قادر أن يشفي كل مريض يا رب. سم ربنا يسوع. يشفينا جميعا، ربنا يشفينا جميعا. دم يسوع طهرنا من كل خطية ومن كل ذنب ومن كل مرض. آمين. آمين آمين وأنا حبيبي. شاكر لحضرتك أبو القسيس إنك أعطيتنا هذه الفرصة الثمينة أن أتحدث إليك، لأنك فعلا حقا أنت إنسان عزيز على قلوبنا جميعا، وخدمتك مثمرة ونتعلم منها وبنتغذى منها روحيا وبتعزينا. امين يا ابويا القسيس. ربنا يخليك، ده كتير علي. ربنا يباركك، أشكرك حبيبي، شكرا لاتصالك، وشكرا لتشجيعك، وشكرا لأجل صلاتك. وثق، نحن عنا إله حي، مثل ما قال أيوب: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. إلهنا في يده دفة الحياة، وله إيد قديرة، يستطيع كل شيء. هذا هو إيماننا. أشكرك أخي إسحاق، شكرا من أجل اتصالك، شكرا من أجل تشجيعك. ربي يباركك ويبارك عائلتك، ويحميك ويحمي مصر كلها، ويحمي أهل المنيا الغوالي على قلبي. آمين، هللويا. إذ كنتم أموات في الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. هذا هو إلهنا، وهذه هي بركات، مسامحا أيانا بجميع الخطايا، مش الخطية وحدة، مع أنه أجرة الخطية هي موت. أجرة الخطية وحدة هي موت، لكن نحن شقد باليوم عم نعمل خطايا، وشقد نحن عم نسقط، وشقد نحن عم نزل، لكن خطايانا قد دفع يسوع، خطايانا السابقة وخطايانا اليوم وخطايانا المستقبلية له كل الموج. يقول: لا أعود أذكر خطاياكم وتعدياتكم فيما بعد. لم أعد أذكرها. مش دائما الله يجي يذكرنا في خطايانا: إيه أنت كان عملت وأنت سويت. لا 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 لا، يقول: إذ كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. ويقول أيضا: أنا هو الماحي، ماحي ذنوبك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. من حقي أنه أنا أفرح، أنا خطاياي بيك اتغفرت، غفرت في دم يسوع المسيح، له كل المجد. يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. اطمن اطمن، أنت خطاياك مغفورة، أنت مسامح، سامحك الله على كل خطاياك.
البركة الثانية في دم يسوع المسيح هي الفداء. فبطرس الأولى الإصحاح الأول عدد 18 يقول: عالمين إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم يسوع المسيح المعروف قبل تأسيس العالم. بركة أخرى هي بركة الفداء، جاء وفدانا من لعنة الخطيئة، الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة أو خطية لأجلنا، صار خطية لأجلنا. أنا غالي فيك، أنا غالي فيك، ترنيمة رائعة يقول: أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عيني أمري، ضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك تمني وقيمتي، تمني وتمنك هو دم يسوع المسيح. أنت من حقك تعيش مرفوع الرأس، لأنه هو على الصليب نكس رأسه من أجل أنه يرفع رؤوسنا له كل المجد. بركة أخرى، بركة الفداء، حمل كشاة تساق إلى الذبح، حمل وديع، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فداء، بركة أخرى، بركة الفداء. يعني في بركة أخرى من بركات دم يسوع المسيح هي الصلح. كنا أعداء في كولوسي الإصحاح الأول والعدد 19 يقول: لأن فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. فإذا كنا أعداء في الفكر، كنا أعداء، كنا أبناء الغضب، كنا أبناء المعصية، كنا بدون إله، لكن إجا صالحنا المسيح من خلال صليب دمه، سامحنا، صالحنا مع الله الآب. كنا في عداوة مع الله، لكن أتى من خلال صليب المسيح وصار مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم. الله أخذ حقه في المسيح، مثل ما قلنا أنه إجا البريء وأخذ مكاني، أنا الإنسان الخاطي، أنا الإنسان العاصي، أنا الإنسان اللي تمردت على الله وقوانين الله وتعديت كل وصايا الله، لكن إجا المسيح وفي من خلال صليبه إجا وعمل المصالحة مع الله. وعلى فكرة نقطة أخرى من نقاط بركات الاقتراب إلى الله من بركات دم يسوع المسيح، الاقتراب إلى الله. أفسس الإصحاح الثاني عدد 19 يقول: أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. سابقا في العهد القديم كان في صعوبة أنك تتقدم إلى الله، كان محتاج إلى وسيط، وكان الكاهن هو الوسيط بين الله وبين الشعب، يقدم القرابين ويقدم الذبائح، وهو الوسيط بين الشعب وبين الله. لكن في المسيح يسوع إن كنا بعيدين صرنا قريبين، صار من حقي أن أأتي وأقترب إلى الله وأرفع قلبي وتأكلم مع الله بطريقة مباشرة، مثل ما علمنا الرب يسوع المسيح في
الصلاة الربانية، أبانا الذي في السماوات، لأنه صار أبوي وصار من حقي أنا أن أقترب إلى الله، وما عاد في أي وساطة بيني وبين الله. الاقتراب إلى الله، لكن اليوم صرنا قريبين بدم المسيح. شكرا للرب يسوع المسيح، له كل المجد. البركة الخامسة من بركات دم المسيح هي الشركة مع الله. الشركة، صرنا متحدين في شركة واتحاد مع الله من خلال دم المسيح. في كورنثوس الأولى الإصحاح العاشر والعدد 16 يقول: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ يعني أنه نحن صرنا في شركة، في اتحاد تام، لما نحن نشارك على مائدة ونأخذ جسد الرب ونأخذ أيضا دم المسيح. يقول لكن في يوحنا الأولى والإصحاح الأول عدد 2 يقول: ولكن إن سلكنا في الظلمة كما هو، إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. فصار عنا شركة واتحاد مع الله من خلال الاحتفال بالعشاء الرباني. بركة أخرى من بركات دم المسيح هي الدخول إلى الأقداس. مثل ما حكينا، الاقتراب إلى الله هي النقاط شوي قريبة من بعض، لكن الدخول إلى الأقداس، طبعا كان رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة كان يدخل إلى قدس الأقداس، لكن صار نحن من حقنا، لأنه شال مثل ما قلنا الحجاب انشق، وصار من حقنا الدخول إلى الأقداس. فعبرانيين الإصحاح التاسع عدد 12 يقول: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. ويقول كمان في عبرانيين الإصحاح اللي بعده مباشرة، الإصحاح العاشر والعدد 19 يقول: فإز لنا أيها الأخوة الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. بدم يسوع المسيح، بركات دم يسوع المسيح، الدخول إلى الأقداس. ما أعظم هذه البركات! من حقنا صار نقترب إلى الله، من حقنا أن ندخل إلى الأقداس، من حقنا أنه يكون في عنا شركة واتحاد مع الله. تشوف في العهد القديم أشعياء لما دخل إلى مقادس الله قال: ويلي، ويحي أنا الشقي، ويحي أنا، فقلت ويل لي لأني هلكت، لأني نجس الشفتين، لأن عيناي قد رأتا الملك رب الجنود. كان في القديم، في العهد القديم، لا أحد يرى الله ويعيش، لكن اليوم صار من حقنا أن نقترب، ومن حقنا أن ندخل إلى الأقداس، ومن حقنا أن ندخل في شركة حقيقية مع الله، ومن حقنا أن نرفع أعيننا ونخاطبه كأب محب وكأب قريب، ويسمع ويستجيب إلى أبنائه. بركة سابعة من بركات دم المسيح، وهي التطهير. التطهير في رؤيا الإصحاح السابع والعدد 14: فقلت يا سيد أنت تعلم، فقال لي: هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة قد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. اتطهرت كل نجاسة فينا من
من خلال دم الرب يسوع المسيح ودم يسوع ابنه يطهر خطية، مهما كانت خطايانا، مهما كانت كبيرة ومهما كانت صغيرة، لكن دم يسوع يطهرنا مش من خطية واحدة لكن من كل خطية. يقول أيضا من بركات دم المسيح هي الشفاعة، شفاعة في عبرانيين 12 يقول: وإلى وسيط العهد يسوع وإلى دم رشة يتكلم أفضل من هابيل. فمن خلال بركات دم المسيح أيضا صار في شفاعة لأن من خلال دمه. يقول في يوحنا الأولى والإصحاح الثاني والعدد الأول: يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئوا، وأن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس خطايانا فقط بل خطايا العالم كله. وهو شفيع يتشفع فينا في كل حين مهما عملنا من خطايا ومن مهما عملنا من تعديات، لكن علينا الاقتراب إلى الله، نقر بها ونعترف بها، نرحم عندما نعترف بخطايا. إذا اعترف أحد بخطايا فهو إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. بركة تاسعة من بركات الدم يسوع هي الغلبة، مثل ما قرأنا: وهم غلبوه بدم الخروف، وهم غلبوه بدم الخروف. عزيزي المشاهد، لسه في عنا كتير بركات الحقيقة، بركات دم المسيح، بركات كتيرة، لكن وقتنا قرب على الانتهاء، فرح أوقف هون. شكرا كتير من أجل إصغائكم، لكن أتمسك في الذي حصلته من بركات الدم يسوع المسيح. يوحنا هو فضيقة وهو في ظروف صعبة، لكن يكتب رسالة ويشجعنا بروح النبوءة أنه يعطينا الغلبة والنصرة في دم يسوع المسيح، له كل المجد. تعال احتمي في الدم، الفرصة ما زالت موجودة، المسيح دفع الثمن، لكن تعال واقترب إلى الله واتغطى. طوبى للرجل الذي سترت خطيئته، طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيئة. تعال واحتمي في هذا الدم، تعال واستر نفسك في هذا الدم، تعال وارفع قلبك معي وقدم الشكر للرب على ما فعله من أجلنا حتى يعطينا حياة ويسامحنا على كل الخطايا اللي نحن قمنا فيها وكل التعديات. قل له: يا رب يسوع المسيح، أشكرك من أجل الصليب، أشكرك لأجل دمك يا رب اللي سال من أجلي، أنا اللي كنت مستحق الموت، لكن أشكرك لأنك أخذت مكاني يا رب، أشكرك لأنك مت لأجلي، شكرا لأنك يا رب أعطيتني حياة أبدية يا رب. أنا آتي إليك وأستر نفسي اليوم يا رب في دمك يا رب، ساعدني يا رب حتى أعيش يا رب حسب رضاك يا رب، وأكون يا رب من أولادك ومن أتباعك، وأعيش بقية حياتي يا رب، بقية عمري يا رب في رضاك يا رب وفي خوفك، في اسم المسيح أصلي، آمين. الرب مع الجميع، تصبح على خير، نلتقي الأسبوع القادم بنعمة المسيح. الرب مع الجميع. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة واسعة.